في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بموفور الشكر والعرفان للسيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير الأول على الثقة التي وضعوها في شخصي، كما لا أفوت فرصة شكر وتحية كل الزملاء الذين سبقوني على رأس هذا القطاع، ولهم مني كل التقدير والاحترام. بطبيعة الحال وكما تقتضيه الضرورة، ستكون لنا في البداية وقفة عند حيثيات راهن القطاع وواقعه، وهكذا يعني حتى نبدأ في الشروع لورقة الطريق، وهي ورقة سنعمل من خلالها على يعني إرساء وبناء ثقافة تشاركية، ثقافة دينامية، ثقافة ذات حركية مستمرة. وسنسعى أيضا إن شاء الله إلى تثمين المقومات الثقافية بكل تجلياتها المادية واللامادية وتعابيرها، سواء التعابير الشعبية أو التعابير العالمة. كما سيكون الاهتمام منصبا أيضا على المقاولة الثقافية.